مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ولقاء يتجدد يوميا مع صباح كل يوم وبنصبح عليك. النهارده الحد 3 من ذي الحجه عام 1440 هجريا 4 اغسطس 2019. طبعا الملايين من المسلمين من كل مكان في العالم حاليا دلوقتي في الاراضي المقدسه لاداء فريضه الحج. ربنا يتقبل منهم جميعا يا رب، وان شاء الله ربنا يوعدنا ويوعد كل مسلم مشتاق لاداء فريضه الحج العام القادم باذن الله. ويعني بنقول لهم يا ريت يدعوا لنا جميعا يا رب، وربنا يتقبل منهم صالح الاعمال ويتقبل منهم كافة أنواع العبادات. ومقدما بنقول لهم حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله، وكل عام وحضراتكم بخير. النهاردة الحقيقة معانا فقرة هامة جدا، يمكن كل الدول حاليا في هذه المرحلة بتبحث عن الطاقة، مصادر جديدة للطاقة، أنواع مختلفة من الطاقة. ومصر الحقيقة كانت سباقة في هذا المجال، وبدأنا في مجال الغاز. هنتكلم النهاردة عن منتدى الغاز الطبيعي اللي أقيم في محافظة الإسكندرية على ضفاف عروس البحر المتوسط. هذا المنتدى أقيم 25 يوليو الماضي، حيث استقبل فيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد كبير من رؤساء الوفود المشاركين في هذا المنتدى، ولتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة إن شاء الله في الأيام القادمة. الحقيقة هذا المنتدى له العديد والعديد من الأهداف، من أهم أهدافه الرئيسية أنه من المتوقع أن تصبح القاهرة مصدرا صافيا للغاز بنهاية عام 2019، وتشهد مصر اهتماما خارجيا بعد نجاح حقل زهر للغاز الطبيعي. هنتكلم النهاردة عن هذا المنتدى وعن الغاز الطبيعي في مصر وأهمية إقامة هذا المنتدى في هذا التوقيت وعدد الدول والوفود المشاركة في هذا المنتدى. هيكون لنا لقاء مع دكتور سامح نعمان لإلقاء الضوء على أهمية هذا المنتدى، وإنه بالفعل يعني زي ما بنقول الطاقة دلوقتي موضوع رئيسي جدا وموضوع حيوي في حياتنا اليومية، والبحث عن مصادر وعن أنواع مختلفة من الطاقة والغاز الطبيعي في مصر. وهيكون لنا لقاء ايضا مع مجموعه من التقارير. ان شاء الله بنتمنى ان حلقتنا تنال اعجابكم ورضاكم. لكن في البدايه زي ما احنا دايما متعودين وزي ما دايما بنقول، الصحه هي الاستثمار الاول في حياه اي انسان، وصحتنا دايما مرتبطه بالرياضه. نحاول بقدر الامكان ممارسه اي نوع من انواع النشاط الرياضي في اليوم، لو 5 دقائق كل يوم هتفرق في صحتنا كتير. نشوف مع حضراتكم هذه الفقره الرياضيه ونرجع مره ثانيه ولنا جوله سريعه ومجموعه من الاخبار من بعض الصحف المختلفة. صبح عليكم، معاكم كابتن اسلام هلال. احنا بقالنا فتره بنتكلم على الكاتلبل اللي هو كان حاجه شبه الدمبل والبار كويت، وبنستعملهم في تمارين. واتفقنا ان احنا قبل ما بنستخدم الوزن لازم نكون متمرنين كتسخين كويس، واتفقنا ان التسخين اللي هو كان الركب، اتفقنا ان كان رجلي، اتفقنا ان كان كوعي، واتفقنا ان انا ببدا التمرين بحركه مش بثبات، وبرستي ورقبتي وترابيزيس ووسطي، وقلنا كل ده تقريبا هياخد له 8 دقايق. هنعمل تمرينتين النهارده بقى بالكاتل بيل دوت. هنعمل بيه سكوات. هناخد الوزن. التمرينه دي اسمها جوبلت سكوات، عشان لما حد يكون عايز يسيرش عليها اسمها جوبلت سكوات. سكوات عادي بس اسمها جوبلت سكوات. سكت الوزن زي ما اتفقنا ان انا لما باجي اشتغل كسكوات او تمارين رجل في الاغلب بتبقى المرايه احسن على يميني عشان اتاكد من ركبي واتاكد من ظهري المفروض. نزلت وطلعت، نزلت وطلعت. طب ايه التمرينه الثانيه بقى اللي انا ممكن استعملها بالكاتل بيل ده؟ ممكن استعمل بيه كتفي. يبقى الكاتل بيل دلوقتي التمرينتين اللي احنا عملناهم تمرينه للرجل وتمرينه للكتف. طب احنا ممكن نميكس الاثنين مع بعض ازاي؟ يعني ايه الميكس؟ يعني نجمع الاثنين ببعض؟ يعني اللي انا هنزل دلوقتي وانا طالع هطلع بالكاتلبل اللي فوق، هنزل بالكاتلبل تاني. التمرين دي اسمها ثيرسترز، يعني
ما اعرفش اسمها برضو، بس هي تمرينه بتجمع ما بين الكتف وما بين الرجل. يبقى الكاتل بيل دلوقتي احنا استعملناه كويت كوزن نقدر نتعامل بيه، ان احنا في ناس كتير قوي بيستعملوه بيحصل لهم ماسل جيننج، يعني ماسل يعني زياده في العضلات، وفي ناس بتستعمله بتعمل عدات وبتعمل مجهود تاني وبتساعدهم ان هي تخس دهون. بس احنا النهارده استخدمنا الكاتل بيل، استخدمناه كعضلات رجل واستخدمناه كعضلات الكتف. اتمنى ان شاء الله الكاتل بيل دوت نستعمله في حاجات تانيه الفترات اللي جايه، نستخدمه في الباي، نستخدمه في التراي، نستخدمه في عضلات تانيه في الرجل، نستخدمه في عضلات تانيه في الظهر، زي ما هنشوف تاني في الفقرات اللي جايه. وان شاء الله تكون الفقره دي نالت اعجابكم، ويومكم باذن الله مليان نجاح وسعاده. واهم حاجه ما تنساش بعد ما تخلص تمرينتك، بعد ما تخلص تمرينتك تعمل استرتشات زي مثلا كده تثبت 40 ثانيه، زي مثلا ان انت ممكن تسند على حيطه تعمل كده تثبت 40 ثانيه. يومكم حلو ونهارك سعيد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بنرجع مرة تانية ولنا جولة سريعة مع الأخبار وأخبار الأحد 4 أغسطس. أول أخبارنا بنبدأ مع حضراتكم بالأخبار المحلية، وعلشان نطمئن أنه يعني الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية متوفر وآمن في مصرنا الحبيبة، والحقيقة بنوجه التحية والتقدير لكافة الجهات المسؤولة إن شاء الله يعني في استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله نستقبله يعني بالفرحة والسعادة، وكل عام وحضراتكم بخير. الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن وأولوية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وحذف غير المستحقين للتموين نهاية الشهر. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، وجميع الجهات المسؤولة بتعمل جاهدة لتوفير السلع الأساسية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. الحقيقة دايما بنشوف مبادرات من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلها بتهدف إلى الاهتمام بصحة المواطن المصري، الاهتمام بحياة المواطن المصري، وشفنا مبادرة حياة كريمة، شفنا مبادرة 100 مليون صحة، العديد والعديد من المبادرات الحقيقة كلها موجهة للمواطن المصري. من أهم هذه المبادرات انطلاق مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج ضعف السمع لدى الأطفال بكفر الشيخ سبتمبر القادم بإذن الله. أعلن دكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم حتى 28 يوم بمحافظة كفر الشيخ، والمقرر انطلاقها في سبتمبر القادم عام 2019. يعني لأن زي ما دايما بنقول مهما كان في استثمارات، مهما كان في مشاريع، ولكن أهم شيء هو الاستثمار في صحة الإنسان، الاستثمار في شخصية وبناء الإنسان والمواطن المصري. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة ترسم البسمة على وجوه سكان 9 قرى من الأكثر احتياجاً بالمحافظات، زراعة أشجار مثمرة وعلاج المرضى ومحو الأمية ورصف الطرق والتدريب على الحرف اليدوية. تنظيم منظومة التعليم من أولويات الرئيس السيسي، حيث أكد ذلك بمؤتمر الشباب بضرورة تحديث 250 ألف فصل دراسي وأكثر من 55 ألف مدرسة وتأهيل المدرسين. بناء الإنسان المصري ينطلق من تطوير التعليم. الرئيس يوجه بتفعيل منظومة تدوير المخلفات لتكون على أجندة الحكومة، والقاهرة تحتاج إلى أكثر من مليار جنيه لتطبيقها. الحقيقة موضوع المخلفات ده موضوع هام جدا جدا، وكتير جدا من الدول حاولت أن هي تستثمر وتستغل المخلفات وتصبح المخلفات عندها ثروة. هنحاول بقدر الإمكان في هذه المرحلة وفي المراحل القادمة من قبل الجهات والمؤسسات المعنية أن احنا بالفعل نحول هذه المخلفات إلى ثروة، نحاول نعيد تدويرها مرة تانية بحيث أن هي ما تبقاش مشكلة وما تبقاش بهذا العبء على الحكومة وعلى المؤسسات، ولكنها نحاول الاستفادة منها بقدر الإمكان. الشعب بطل العبور الاقتصادي، وجسر الثقة بين الشعب والرئيس حقق نجاح الإصلاح الاقتصادي، ولولا تحمل الشعب ما نجحت إجراءات الإصلاح التي احتلت اهتمامات الرئيس السيسي خلال حديثه في جلسة اسأل الرئيس.
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر إلى الشعب المصري صاحب الإنجاز الكبير. الحقيقة دائما يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بتحمل الشعب المصري إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ودائما ثقته كبيرة في الشعب المصري، وإن شاء الله الشعب المصري يكون بالفعل يعني على قدر هذه الثقة، وبالتعاون وبالتكاتف، وكلنا إن شاء الله نكون إيد واحدة نشوف مصر بلدنا الجميلة، مصر الأمل ومصر المستقبل، يعني من أكبر دول العالم بإذن الله. مدبولي يتفقد التابوت المذهب لتوت عنخ آمون بعد نقله للمتحف المصري الكبير أمس السبت، وكان بصحبته وزير الآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير، وذلك بعد نقله للمتحف المصري من مقبرة الملك في وادي الملوك. رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل يشدد على العاملين بحسن معاملة المواطنين. التأمين الصحي الشامل الاشتراك اختياري للمصريين بالخارج وإجباري على المصريين المقيمين. أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي يرأسها دكتور محمد معيد أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيكون إلزامي على جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد واختياري على المصريين العاملين بالخارج. كما أجرى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولة تفقدية بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة بورسعيد. الحقيقة برضو نظام التأمين الصحي الشامل، هذا النظام بالفعل يعني هو يمكن بدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد، لكن هو بإذن الله هيشمل كل محافظات جمهورية مصر العربية، وأعتقد أنه هيكون ليه تأثير إيجابي وتأثير رائع جدا على صحة المواطن المصري، وهيعتبر بالفعل من أهم الإنجازات في هذه المرحلة. إعمار 50 منزلا وعمليات جراحية و25 أضحية بمبادرة حياة كريمة بالشرقية، حيث نفذت مديرية التضامن بالشرقية مبادرات لتوفير حياة كريمة في إطار الاحتياجات الحالية والمتطلبات الملحة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، حيث قدمت مساعدات عينية في القرى الأكثر احتياجا. ودائما طلابنا المصريين بيشرفونا، ودائما الشباب المصري بيعتبر نموذج مشرق ونموذج مشرف، بيشرفونا الحقيقة في العديد والعديد من المسابقات العلمية والمحافل الدولية، وبنوجه للطلاب يعني التهنئة والتحية والتقدير طلاب هذه المسابقة. طلاب مصريون يفوزون بمسابقة عالمية بسنغافورة لمواجهات تحديات المستقبل. أعلنت مدينة زويل فوز فريق ساوند كلاش من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل بالمركز الأول عالميا بعد منافسة محتدمة مع باقي الفرق في مسابقة شيل العالمية أو تخيل المستقبل لموسم 2018-2019، والتي أقيمت بسنغافورة في الفترة من 1 إلى 4 يوليو 2019، حيث تهدف المسابقة إلى دعم التفكير الخلاق والمبتكر لدى الطلاب ليقوموا بنقل رؤيتهم المستقبلية لمستقبل الطاقة وأفكار لمواجهة التحديات الراهنة لتوفير طاقة أكثر فاعلية وصديقة للبيئة في المدن المصرية بحلول عام 2050. بنعيد وبنكرر التحية والتهنئة لكل الطلاب اللي فازوا في هذه المسابقة، ونتمنى ان هم يكونوا نموذجا بالفعل لكل طلاب مصر، يبقى عندنا دايما فرصة للإبداع والابتكار. الطلاب المصريين والطالب المصري تحديدا طالب ذكي جدا، ولكن محتاج يعني الجو الصالح، محتاج المقومات، محتاج العوامل اللي تدعم هذا الذكاء، وان شاء الله نشوف يعني كل الطلبة والطالبات يفوزوا في المسابقات العالمية علميا بإذن الله. حذف أي مواطن حكومي من البطاقات حال تجاوز راتبه 12000 جنيه، تشغيل 1000 منفذ لمشروع جمعيتي بالمرحلة الثانية حتى الآن، هذا ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى. غدا الاثنين آخر رحلات سفر الحجاج والعودة 14 أغسطس بإذن الله. كل عام وحضراتكم بخير يا رب، كل الحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة ربنا يتوجه منهم، ربنا يتقبل منهم يا رب الدعاء، يدعو لمصرنا الحبيبة ويدعو لنا جميعا بالخير والصحة والسلامة بإذن الله. تنتهي الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي من تشغيل آخر رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج غدا الاثنين إن شاء الله.
واخر اخبارنا مع حضراتكم استعراض سريع لدرجات الحراره في بعض المحافظات وحاله الطقس. طبعا في ارتفاع في درجات الحراره في هذه الايام، بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نتجنب مضاعفات هذا الارتفاع بشرب الكثير من السوائل وخصوصا الميه. نحاول نشرب بقدر الامكان 2 لتر ميه على الاقل في اليوم، علشان ده بيساعد على تنشيط الدوره الدمويه وبيقينا يعني شر الارتفاع في درجات الحراره. طقس اليوم الأحد معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. درجات الحرارة في بعض المحافظات، في محافظة القاهرة الكبرى 37 والصغرى 26، في الأسكندرية 32-25، في مطروح 33-24، في محافظة أسوان 42-31، وأخيرا في مدينة شرم الشيخ الكبرى 38 والصغرى 30. مشاهدينا الكرام، دي كانت جولتنا السريعة مع الأخبار، لكن حالا هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا، وفقرة هامة جدا عن منتدى الغاز ولقاء مع دكتور سامح نعمان وإلقاء الضوء على أهمية إقامة هذا المنتدى في هذا التوقيت والأهداف القادمة لمصر بإذن الله في المستقبل. فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونبدأ أولى لقاء. مشاهدينا الكرام، بنرجع مرة تانية، وزي ما قلنا في البداية هنلقي الضوء على منتدى الغاز اللي أقيم في 25 يوليو الماضي. الحقيقة يمكن بنسمع أنه مصر هتصبح المركز الإقليمي للطاقة، عايزين نفهم هذه الكلمة برضو بشكل علمي سليم ومبسط، وأهمية إقامة هذا المنتدى في هذا التوقيت، ويعني ارتباط هذا المنتدى وإقامته بأن مصر تصبح مركز إقليميا للطاقة. هنتكلم عن الغاز الطبيعي، وهنتكلم عن رؤساء الوفود اللي كانوا مشاركين في هذا المنتدى. يعني الحقيقة نقاط كثيرة جدا خاصة بإقامة هذا المنتدى هنلقي الضوء عليها وهنفهمها أكتر، وإن إزاي مصر في المستقبل إن شاء الله هتكون يعني لها دور مهم جدا قوي إيجابي وفعال بعد اكتشاف حقل زهر الغاز الطبيعي. عموما في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا وجود الدكتور سامح نعمان، استاذ بكليه الهندسه واستشاري الطاقه المتجدده. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور سامح، شرفتنا. وفي البدايه كل سنه وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه، وكل الشعب المصري والامه الاسلاميه والعالم كله بخير يا رب دايما. دكتور سامح، يعني إقامة هذا المنتدى، منتدى الغاز، أقيم في 25 يوليو الماضي وكان بمحافظة الإسكندرية، واستقبل فيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد كبير من رؤساء الوفود، وطبعا كان بحضور دكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. عايزين نتكلم مع حضرتك عن أهمية إقامة هذا المنتدى في هذا التوقيت وبعد اكتشاف حقل زهر الغاز الطبيعي، ويعني أنه بالفعل حقل الزهر زي ما بنقول كان له يعني جانب إيجابي في الغاز الطبيعي، وكان ليه ردود فعل قوية جدا عند كل الدول بهذا الاكتشاف في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك المنتدى اللي اتعمل نتيجة جهود كتيرة اتعملت في مصر، خلت مصر على المركز الأول في الغاز، بتنتج حوالي 6.3 مليار قدم مكعب في اليوم. الكمية دي علشان تطلع أو علشان يبقى عندنا الكم من الغاز ده، كان ليها استراتيجية إزاي إحنا نحصل على هذا على الغاز ده. تمام. أولاً علشان إحنا نبدأ إحنا ناخدها كده كإيه من البداية. البداية كان سيادة الرئيس أو عمل أول حاجة عملها إيه؟ عمل ترسيم الحدود. ترسيم الحدود يعني كل الدول الجوار اللي هم كانوا موجودين في المنتدى، كل واحد عرف الحدود بتاعته فين. طالما عرفت الحدود يبقى أنا أشتغل داخل الحدود بتاعتي. طيب لو أنا أشتغل في داخل الحدود وتكون المنطقة آمنة، يبقى لازم عندي قوة رادعة لأي حد يتعدى على الحدود بتاعتي. عشان كده سيادة الرئيس أول حاجة عملها ترسيم الحدود، تاني حاجة أنشأ قوة بحرية قوية جدا، بشرط إنها مفيش بني آدم يقدر يدخل داخل الحدود عندنا. تالت حاجة من الحاجات اللي عملها بعد ترسيم الحدود التأمين بالنسبة للعمل داخل المنطقة. قال أنا الناس اللي هتشتغل عندي اللي جاية تكتشف عندي، يعني هو طرح المناقصات، اللي هيجي يشتغل هيلاقي أول حاجة معداته اللي موجودة في البحث والتنقيب فيها مكان أمان، فلوسه هياخدها
لان هو في اتفاقيه بانه يصرح لي بانه ياخد الفلوس خارج البلاد بعد ما يعني نقل فلوسه. رابع حاجه لما عمل الكشف ده اصبح المستثمر شايف المكان اللي هو هيروح يستثمر فيه مكان امن، مكان كويس بكر بالنسبه له. ايوه. فبالتالي بيجيب معداته. اصبحت الشركات كتير جدا، شركات اجنبيه جات بدات تبحث. اول حاجه ظهرت عندنا حقل زهر. حقل زهر الحمد لله ظهر بامكانيه عاليه جدا. طيب لما ظهر حقل زهر احنا عملنا بحث فين؟ احنا عملنا البحث في طب اسمح لي حضرتك نتوقف عند النقطه بتاعت حقل زهر، وانه بالفعل حقل زهر حقق نجاح كبير وكان ليه يعني صدى وردود افعال قويه جدا من كل دول العالم المهتمه في هذا المجال. برضو نلقي الضوء على هذا المجال علشان نرد. حضرتك عارف ان مصر دلوقتي بتحارب وفي متشككين كتير وفي حرب شائعات كثيره جدا، فعايزين نوضح النقطه دي بتفصيل اكتر يا فندم. حضرتك احنا لما هنتكلم على حقل زهر هنتكلم على 10 حقول ثانيه، وهنقول ان احنا عندنا من في خلال الخمس سنين اللي فاتت عندنا 83 اكتشاف حقول غاز. أيوة. وهنقول ان الاجمالي بتاعهم دلوقتي السنه دي وصل ل 6.3 مليار قدم مكعب. ده كم كبير جدا. الحاجه الثالثه ان السيد الرئيس عمل تطوير لست حقول عشان يرفع الكفاءه بتاعتها، فرفعت بكميات كبيره جدا. الحاجات دي كلها ما بتجيش من فراغ، بتيجي لها ترتيب ولها مخططات. عشان يعمل هذا المخططات احنا اللي فتح معانا الشغل اللي هو كان حقل زهر. حقل زهر كان المفتاح الرئيسي بتاعنا اللي اعطانا الدفعه القويه ان احنا نكمل في بقيه الاماكن، لان احنا بندور في البحر الابيض المتوسط، الصحراء الشرقيه، الصحراء الغربيه، البحر الاحمر. صحيح. وعملنا ترسيم حدود مع السعوديه للبحث كمان، وعرضنا 10,000 متر مكعب، 10,000 كيلو متر مربع علشان يتم فيهم البحث، ولقينا هناك. وبعدين عندنا كمان في الجنوب كل الاماكن دي اللي عرضها سياده الرئيس على الشركات الاجنبيه. الشركات الاجنبيه لو ما كانتش لاقيه ان في امان وقوه عمل وانتاج في هذا المكان ما كانتش جت. احنا عندنا شركات من ايطاليا. صحيح. عندنا شركات من انجلترا، عندنا شركات من امريكا، عندنا شركات من تمام، عندنا شركات عالميه. وكل الشركات العالميه دي والحمد لله لما هنستعرض الاماكن اللي لوها كل شركه لقت اماكن كتيره جدا، واحنا عندنا غاز فائض كتير جدا 6.3 عشان يسوقه، كان هو ده اساسه المنتج. يعني بالفعل دكتور سامح اسمح لي حضرتك، وجود هذه الشركات العالميه واقبالها وتواجدها هنا في مصر ده بالتاكيد مش بياتي من فراغ، لولا ان هذه الشركه درست وعرفت، وهذه الشركات مش بتتعاون ولا بتبدا اي نوع من انواع المشاريع الا بالفعل لما تكون واثقه ومتاكده انه يعني هيحقق نجاح في هو المستقبل. بيدخل علشان تمام، عشان يدخل يعمل استثمار لازم يكون في المكان امان. صحيح. هو ده الامان احنا قلناه في الاول، ان هو الاستثمار هيدي له عائد قوي. الاثنين دول موجودين والحمد لله سارس وفرهم بكفاءه عاليه قوي. صحيح. فبالتالي الشركات بتتهافت على انها تيجي تشتغل لان هم بيلاقوا بترول. لا احنا عندنا اكتشافات بتروليه كتير جدا وبيلاقوا غاز، فاذا مش هيدخل ويحط معداته في مكان الا اذا كان عارف انها لها نتيجه قويه. يبقى اذا يا فندم نقدر نقول انه هذا المنتدى كان له اهداف سياسيه واهداف اقتصاديه واهداف امنيه، كلها يعني اقتصادية. اساسها اقتصادي، ما هو الاقتصادي مرتبط بالامن برضه ومرتبط بالسياسه، يعني كلها يعني اوجه كثيره، يعني ولكن الهدف واحد. أهداف يعني اهدافهم كانت اول حاجه العمل على انشاء سوق غاز اقليمي. انشاء السوق الغاز الاقليمي ده ناتج من المنتج اللي عندنا، ادي واحد وهنشرحه ازاي هيبقى ليه ناتج من المنتج اللي عندنا. ضمان تامين العرض والطلب للاعضاء زي اوبك كده. تمام. وتالت حاجه تعزيز التعاون من خلال الخلق الحوار المنهجي، لان حضرتك لو لاحظتي ان السبع دول اللي كانوا موجودين اساسيين هم الجوار، هم اللي احنا عملنا ترسيم الحدود حواليهم. يعني احنا كان مصر واسرائيل وعندنا سوريا، عندنا الاردن وفلسطين وقبرس واليونان وايطاليا. دول السبع الرئيسيين، وجي مندوب من امريكا وجي من فرنسا وجي اوروبا وجي المندوب بتاع البنك الدولي. وجود دول مع بعض معناها ان المنطقه دي حيويه، ومش هنقول بقى في تصارع مع اوروبا ولا لا، بالعكس ده الدول دي محتاجه الغاز، فاذا الدول دي هتحتاج ان المنتدى لازم ينجح. صحيح. وعشان ينجح
يبقى لازم ينجح بايه؟ بالقوه الترابط بينهم والتعاون. صحيح. زي ام وجود هذا التكتل وهذه المجموعه من الدول بيضمن تداول الغاز واستمراريته ونجاح اكثر واكثر في الايام القادمه والستابيليتي بتاعه السعر، يعني ما فيش بقى واحد يبقى فوق قوي وواحد يبقى تحت قوي. زي بالظبط كده استقرار او استقرار في السعر وفي كل حاجه. تمام تمام, تمام. طيب احنا ليه المنتدى ده بقى احنا اصلا حريصين عليه ان هو يتم؟ لان احنا عندنا بالنسبه للحقول اللي عندنا احنا نقول على 10 حقول سريعه. الحقل الاولاني وهنقول الانتاجيات بتاعتهم غالبا، حقل امتياز القرعه بتاع الدلتا ده الاخير ده بيديني 20 مليون قدم مكعب غاز في اليوم. وبعد كده عندي قطاع غرب مليحه ده اكتشف سنه 2015 والتشغيل التجريبي بتاعه كان سنه 2017 وبيديني 350 مليون قدم مكعب يوميا، وصل الى 1.7 مليار قدم يوميا، وحصل فيه تطوير هيوصل ان شاء الله اخر السنه دي ل 2.7 مليار. عندي حقل اسمه حقل اتول، حقل اتول ده تبع الشركه البريطانيه اللي هي بي بي البريطانيه، ده بئر اتول 1 ده في شمال دمياط، وده اكتشف في 2015 وبيديني 350 مليون قدم مكعب. كويس. وبعد كده عندي نورس ده تبع شركة إيني، وده بيدي عندي معدل إنتاج 1.2 مليار متر مكعب. الكلام ده ما شاء الله، يعني دي حاجة ربنا بيحبنا يعني. القطامية البحلة ديت في شمال مدينة دمياط، وعندي حقل تمساح وبئر سلامة دول فيهم احتياطي عالي جدا. حقل بلطيم اللي اكتشف سنة 2016 بيدينا 500 مليون قدم مكعب. حقول شمال اسكندرية دول خمس مواقع اللي هو ليبرا وتورس وريفن وجيزة وفيوم. الثلاثة الأولانيين دول كانوا شغالين في الأول وكانوا بيدوني حوالي 400 مليون قدم مكعب في اليوم، وبعد كده اتطور وبقى عندي الجيزة والفيوم بيدوني لحد 700 مليون قدم مكعب. وبعد كده حقل نور ده بقى الأخير اللي هو في شمال سيناء، وحقل نور ده قصة تانية، لأن في مخزون عالي جدا بيتعدى نص تريليون قدم مكعب، وده في شمال سيناء، موجود في شمال سيناء وده بيتجهز له كويس وبدأ فيه يشتغل. طيب دي الحقول اللي موجودة. هل احنا لما يكون عندنا حقول نصمد عليها ونسيبها؟ لا، احنا عندنا ثروات تانية. أيوة. للغاز بجانب الغاز. عندنا ايه؟ إسالة الغاز. عندنا محطتين، عندنا مصنعين لإسالة الغاز، واحد منهم في ايدكو والتاني في دمياط. إسالة الغاز دي قصة مش سهلة ونادرة وجودها. يعني اللي عنده غاز عشان يبيعه بيجي يسيله، يبقى لازم يجي عندنا. فاذا دي تجاره ثانيه. طب اسمح لي حضرتك برضو باسلوب علمي بسيط كده، يعني ايه اساله الغاز؟ حضرتك الغاز هو غاز. حضرتك انبوبه البوتاجاز حضرتك لما بتاخديها كسائل، وبعد كده بتحول الى بيحصل له عمليه ضغط، بدل ما يبقى غاز بيبقى حاجه سائله تقدري تنقليها، لانك هتنقلي غاز مش هتعرف تنقليه. ونقدر ندخله في استخدامات مختلفه او في كل حاجة يتم عشان تنقليه من مكان لمكان، استغلاله بقى كطاقه كمصادر. ما دام مش هتنقليه في انابيب هتنقليه من خلال السفن، يبقى لازم بيتنقل سائل. تمام. يمكن كل الارقام اللي حضرتك ذكرتها وكل اعداد ال 6.3 مليار قدم مكعب في اليوم، ده تطمئن يعني الشعب المصري ان احنا عندنا يعني باذن الله ثروه من الغاز الطبيعي. يعني عندك ثروه بس لازم تبيعيها. لازم نستثمرها. عشان ما انت عندك ثروه. طب هتتصرفي فيها ازاي؟ يبقى لازم اعمل المنتدى. صحيح. عشان لما اعمل المنتدى اللي يبتدي اعمل يعني ايه؟ بعمل تجميعة السوق في المنطقه للداخل المنطقه وخارج المنطقه، يبقى كلنا ماشيين بوتيره واحده. يبقى اللي عندي مش هيبوظ، ومش انا بقى يبقى عندي اللي جنبي يبيع ارخص وانا بقى عندي السعر غالي، لا. أيوة. يبقى كلنا ماشيين بليفل واحد ويبقى في تعاون بيننا وبين بعض، لازم العمليه تبقى. عشان كده احنا بنبدا بالمنتدى. صحيح. زي اوبك، لانه لازم يبقى في تعارف وتعاون وتبادل وتنسيق بالزبط. واتفاقيات بالزبط. بين مصر وبين كل دول المنطقه. الاتفاق ده مش للبيع بس، للتطوير والمساعده. صحيح. وسد احتياجات الاخرين. يعني لو في دوله مطلوب منها غاز بسعر كميه كبيره وهي ما قدرتش تصدق، انا اديها من عند كده. صحيح. الغاز اللي عندها عايزه تسيله، يبقى هي افضل ان انا اسيل لها عن دوله ثانيه ويبقى لها سعر مختلف. هي تمام. لازم تبقى ماشيه كده. ده المنتدى ده هو اللي يخليكي تبيع المنتج بتاعك بالراحه وانت في استقرار تام.
طيب دكتور سامح، هل نقدر نقول انه يعني اعداد الحقول اللي حضرتك ذكرتها في مصر، وطبعا بالتاكيد في كبير في عدد كبير في كل دول العالم، هل نقدر نقول ان هي ممكن تغير خريطه الطاقه العالميه طبعاً، او تغير خريطه الطاقه المصريه اولا واحنا بنتكلم في مصر، وبعدين تغير خريطه الطاقه العالميه طبعاً؟ طب ليه مش بنستثمر او بنستغل الغاز الطبيعي في مصر بشكل او بصور اكثر مما هو موجود حاليا حفاظا على البيئه؟ انا هقول لحضرتك التطوير واقول لحضرتك استخدامه في مصر، والرئيس قال ايه علشان انا هقول لحضرتك. احنا قلنا الحقول خطه التطوير المستقبليه يعني لا ده سياده الرئيس بدا بيها من السنه اللي فاتت واتنفذت، بدات مراحل التنفيذ على اساس ان زي ما بقول لحضرتك نستثمر او نستغل طاقه الغاز الطبيعي بشكل اكثر مما هو موجود. والابار اللي موجوده انا ما بسيبهاش على وضعها، لا بعمل فيها تطوير عشان اخد منها الاكثر. يعني تمام. حصل تنميه في حقل ظهر عشان الانتاج بتاعه يطلع 3 مليار حقل ظهر اتكلمت عليه في الاول. التطوير بتاعه بدا من شهر 1/2018 يخلص في 19 عشان يوصل للناتج اليومي 3 مليار قدم مكعب. حقل نورس برضو عشان يوصل عندي ل 1.5 مليار قدم مكعب. حقول بقى شمال اسكندريه ده اللي هم ركزوا على حقل جيزه وحقل فيوم علشان يوصل معانا لحد 700 قدم مكعب في اليوم. وبعد كده في بقى في مراحل تسعه في المياه العميقه ديت. في حاجه تانية احنا اتكلمنا على سيناء. سيناء علشان اخد بقى منها الغاز وابتدي اقرره او اظبطه، عملنا خطوط انابيب اسمها من خط من نيدي حته اسمها نيدي لحد الجمايل منطقه هناك، دي عملنا خطين ارضي ودولت الحمد لله الخط الاول اشتغل وتم والخط الثاني في التجهيز. حضرتك بقى بنتكلم على الاستغلال داخل مصر. استغلال الغاز داخل مصر بالظبط طيب داخل مصر احنا هنستغله ايه؟ احنا اولا سيادة الرئيس اعطى توجيهاته ان كل معظم البيوت وصلها غاز. ففي خلال السنه لحد السنه دي وصل 3.9 مليون وحده سكنيه وصلها الغاز. ادي واحد. اثنين حوالي 7081 مستهلك تجاري وصلوا الغاز. تمام. مصانع حوالي 266. الاجمالي لحد دلوقتي على مستوى مصر بقى عندي حوالي 10 مليون وحده بتستخدم الغاز الطبيعي. طيب الناس اللي هم والصعيد واخد وصلت حوالي 1.2 من ضمن ال 10 مليون. 1.2 مليون وحده. طيب الناس اللي هي ما معهاش القدره علشان تدخل خطوط الغاز الطبيعي الرئيس عطى توجيهات ان هم يسددوا على 6 سنين ويدفع كل شهر 30 جنيه وتوصلوا الغاز لحد البيت وبدون فوايد. يبقى اذا الرئيس اعطاهم كانوا ركب لهم الغاز ببلاش ويدفعوا كل شهر 30 جنيه على الاستهلاك بتاعه. يبقى اذا ده تطوير ووصل لحد الصعيد. نيجي بقى نشوف العربيات. طب اسمح لي حضرتك نقف عند النقطه دي. يعني حضرتك شايف هذا الانجاز وتوصيل الغاز الطبيعي لهذا العدد من الوحدات السكنيه ده يعتبر انجاز كويس في هذه المرحله، ولا كنا يعني كان ممكن يبقى في توصيل لعدد اكبر من الوحدات؟ ده لحد السنه دي. ده كانت توجيهاته ده 2018. نقول عليه مرحله وفي مراحل قادمه باذن الله. انا بكلم حضرتك لحد دلوقتي وصلنا قد ايه؟ انما هي ماشيه ما وقفتش وبنفس النظام 6 سنين وبيدفع 30 جنيه كل شهر. كويس كويس قوي. اعتقد دكتور ده هيبقى انجاز رائع في يعني حمايه مصر بقدر الامكان من التلوث اللي بتتعرض له من كافه انواع التلوث من مصادر التلوث. الحمايه بقى الثانيه من اسباب المشاكل بتاع تصنيع انابيب البوتاجاز واستخدامها السيء والسوق السوداء فيها واسعارها وما ينتج عنها من مخاطر ومشاكل تمام. دي بتتشال وبتبقى مرسوم وبعد كده انت بتوصليها لحد ايه؟ لحد الاماكن اللي هي القرى الاماكن النائيه اللي هي اصلا ما كانش بيوصلها انابيب البوتاجاز. تمام. طيب اسمح لي حضرتك نرجع لمنطقه سينا، وكنت حضرتك اشرت انه في برضه معامل تكرير وفي خطوط غاز خطوط في سينا. انابيب خطوط انابيب بياخدوها من مكان البير بينزلوها في اتجاه دمياط على في اتجاه المنطقه اللي فيها مناطق تكرير. تمام. علشان يكرروا الغاز اللي طالع من شمال سينا. تمام. طب اسمح لي حضرتك لو عملنا برضو ربط سريع كده ما بين اكتشاف حقول الغاز الطبيعي وما بين عمل معامل التكرير وخطوط مد خطوط الغاز المفروض تكون موجوده، المفروض تكون موجوده من فين لفين؟ لانه اعتقد يعني اكتشاف حقل ده بالتاكيد لازم يواكبه او يتماشى معاه اقامه معامل التكرير. وفي حضرتك المعملين اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم اساسا بتوع هيبقوا في دمياط وفي ايدكم. هي دي المعامل الرئيسيه بتاعتنا اللي موجوده في مصر. تمام تمام. وديت بتستوعب كميه كبيره، ده بالاضافه للقديمه اللي تبع شركه
الشركة المصرية للغاز المسال. تمام. حاجة بالنسبة لك. تمام. طيب برضو اسمح لي حضرتك نرجع لموضوع المنتدى واحنا بنتكلم على الدول اللي كانت مشاركة في هذا المنتدى. بنقول ان طبعا ان في دول هتكون منتجة للغاز وفي دول هيعبر فيها الغاز الطبيعي وفي دول هتستفيد او هتستهلك او هتستثمر الغاز الطبيعي. تمام. يعني قانونيا كده بشكل مبسط ازاي ممكن يكون في هذا التنظيم او هذا التقسيم بين الدول المشاركة؟ انا عشان انتج غاز واوديه لدولة تانية لازم يعبر خلال دولة وسيطة في النص. أيوة. يبقى لازم الدولة دي داخلة معايا في المنتدى لأن هي ليها متطلبات، لأن هي بتحمل خطوط الغاز بتاعتي، والمستهلك برضو يبقى في سعر بيتحط. السعر اللي بيتحط ده داخل فيه الأجرة بتاعت أو الأجر بتاع المرور في الدولة التانية. تمام. والراجل اللي هيشتري. أيوة. فلو الراجل اللي في النص اللي هو بيرفع الأجر بتاعه هيزيد على اللي هيشتري. أيوة. يبقى لازم القاعدة فيها تناسق بين التلاتة، بين اللي بيبيع وبين اللي بيعدي الغاز وبين اللي بيشتري الغاز. فيبقى لازم كل الدول دي موجودة علشان يبقى فيه تفاهم في الأسعار وفي الحماية وفي كل بروتوكول من المنبع لحد ما يوصل المكان اللي هيستهلك. طيب هذه الأسعار بقى يا فندم مين اللي يحددها؟ يعني كيف يتم تحديدها؟ التكلفة والكميه اللي موجوده، عرض وطلب في الدوله. عرض وطلب زي البترول. البترول بيكون ليها مقاييس معينه، بيكون ليها ضوابط معينه الانتاج اللي زي البترول. لما بيقولوا اوبك نقفل على نقفل على الانتاج ليه؟ لان السعر بدا يقل. فما السعر يبتدي يقل يبقى اما يقفل على الانتاج يبقى العدد المنتج قليل يبقى لازم السعر يرفع شويه. فهي عمليه موازنه طبقا للمنتج والعرض والطلب. العرض والطلب يعني هو نقدر نقول على سلعة أو تشبه أي سلعة من السلع. بس دي سلعة ما حدش يقدر يستغنى عنها. بالظبط. لأن لا أوروبا تقدر تستغنى عنها ولا المصانع ولا شركات الكهرباء على فكرة. بالظبط بالظبط. دي حاجات أساسية. سلعة رئيسية وسلعة أساسية وتعتبر يعني والفكر إنها تتعمل وإنها تبقى في حماية كويسة ده شيء يعني فكر قوي قوي يعني مش أي حد يفكر فيها. تمام تمام. كمان برضو عايزين نلقي الضوء بشكل سريع انه هذا المنتدى اقيم في شهر يناير وكان فيه مشاركه من امريكا ومن دول الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي. واقيم مره ثانيه في 25 يوليو، ده كان الثاني مره لاقامه هذا المؤتمر في يناير 2020. طيب. دايما بيقولوا اكبر دليل على نجاح المؤتمرات اي مؤتمر هو استمراريته واقامته مره ثانيه وثالثه ومشاركه عدد اكبر من الدول. برضو حضرتك شايف الى اي مدى نجح هذا المؤتمر وازاي ممكن يستمر هذا النجاح بل يعني ويكون في انجازات اكتر واكتر في الايام القادمه باذن الله؟ لما بيكون في سلعه لها اكتر من مصدر. تمام. السلعه الاكتر من مصدر دي لازم انت حضرتك تشتري السلعه الايه؟ سلعه كويسه القيمه اللي سعرها رخيص. ولما يكون المجموعه اللي بتنتج من منطقه معينه عندهم اتفاق على سعر معين والسعر ده مواكب السعر العالمي والانتاج بتاعك مميز يبقى انت لازم لازم الناس هتشتري منك. فعشان يشتروا منك يبقى انتوا لازم في توافق بينكم وبين بعض. التوافق ده طالما نجحت من المره الاولى والمره الثانيه وان شاء الله الايام الجايه هتظهر اهميته اكتر واكتر وبالذات اوروبا. أيوة. يعني اوروبا لما بتاخد مثلا من روسيا بتلف لفه طويله عبال ما توصل عندها، كانت بتعدي من على تركيا ودلوقتي تركيا فيها مشاكل. تمام. تمام. انما لما تاخد دلوقتي من البحر الابيض المتوسط اما تاخد من اليونان اما تاخد من قبرص فدي قريبه لاوروبا مباشره. أيوة. اذا عندها توفير في النقل. صحيح. يبقى يوصل لها ارخص، يبقى انت سلعتك مطلوبه في المنطقه دي، يبقى لازم تبلورها بشكل جيد وبشكل متفق عليه وفي تعاون. مش انا اقول سعر واللي جنبي يقول سعر تاني، انما لما نقول منتدى يعني منتدى كاننا كلمه واحده، كاننا سعر واحد، كاننا اتفاقيه واحده. وهذه الاتفاقيه وهذا السعر الموحد بالتاكيد هيكون ليه نتائج ايجابيه على كل الدول المشاركه. طبعا. يعني مش على دوله دون الاخرى. هذا الاتفاق وهذا التنسيق بالتاكيد له جوانب ايجابيه في كل دول المنطقه. ما دام قاعدين بيتفقوا يبقى كل واحد بيقول اراءه بيوصلوا لحل، حل يرضي الجميع. حل يرضي مين؟ يرضي اللي بيبيع، بيرضي اللي بتعبر من عنده الانابيب، وبيرضي. تمام. اللي هيشتري. هو ده المنتج. فاذا بتطلعي حاجه مش هتلاقي فيها اي اعتراض بعد كده.
تمام يبقى ماشي. ويمكن مستقبليا كمان يا دكتور، يعني البعض الحقيقه بيقول يعني احنا يمكن مش قادرين نشعر قوي، بيسمعوا كلام بيسمعوا اخبار، ولكن لازم نعرف برضو المشاهد المصري انه مثل هذه الاكتشافات ومثل هذه المنتديات بالتاكيد هيكون ليها اثرها في المستقبل، اثرها الرائعه على مصر من خلال يعني توفير كميات كبيره من الغاز الطبيعي، من خلال زي ما قلنا استغلاله واستثماره في مصر بشكل اكثر، يعني في مجالات اكبر من اللي موجوده حاليا. وكانوا بيقولوا ليه بنعمل قوات بحريه؟ ليه بنروح نعمل ترسيم حدود؟ ما كانوش فاهمين. انما لما لقوا في غاز وان احنا عملنا ترسيم حدود عشان ناخد حقنا، ولما عملنا قوات بحريه علشان تحمي حقنا في قلب المكان. تمام. كل الكلام ده فهموه بعدين. صحيح تمام؟ صحيح. اذا الواحد ما بيقولش ايه انتوا ليه بتعمل كده؟ لا افهم وبعدين تعرف النتيجه. صحيح. وما نستعجلش، يعني احنا بنفهم دلوقتي مثل هذه الاكتشافات ومثل هذه الانجازات واثارها الايجابيه، بقى ممكن ننتظر شويه لكن هتظهر وهتيجي ان شاء الله. واللي بيزرع زرع بياخد النتيجه بتاعتها بكره؟ اكيد. لا طبعا. طيب دكتور سامح، في حاجه بنقولها، عايزين مصر تبقى مركز اقليمي للطاقه، او بنامل انه مصر تكون مركز اقليمي للطاقه، مفهوم هذه الكلمه ايه بشكل برضو مبسط كده؟ الطاقه هنا عندنا الطاقه بتتكلم على الغاز، بنتكلم على البترول، بنتكلم على الكهرباء، بنتكلم الكهرباء بقى بانواعها بما كل منتجات. الحمد لله احنا عندنا في الغاز دلوقتي 6.3 مليار قدم مكعب في اليوم، دي حاجه في الخيال. يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اكتشافات البترول عندنا اكتشافات بترول حوالي 168 اكتشاف. كويس. بترول. ده برضو قيم جدا. لو اتكلمنا على الكهرباء، الكهرباء احنا عندنا فائض حوالي 15 جيجا. 15 جيجا، انا قلت قبل كده ال 15 جيجا دول احنا ممكن نصدر كهرباء لاوروبا، ممكن نصدر كهرباء للاردن، سوريا، لبنان، تركيا. وده جه نتيجه من اقامه شبكات الكهرباء. الحقيقه شايفين يعني كل منطقه بقى فيها شبكه كهرباء قويه، ودلوقتي محطات الكهرباء اللي بتتعمل الجديده دي عطتنا الفائض حوالي 15 جيجا. احنا بنحتاج 30، الانتاج بتاعنا 45 يعني تقريبا. فاحنا عندنا حوالي 15 زياده عن اللي احنا بنستهلكه. 15 دول نقدر نوديهم، دول زي ما قلت لحضرتك ممكن نوديهم لاوروبا. ايوه. عن طريق قبرص. ممكن نوديهم لحد تركيا من خلال الاردن. كويس. ممكن نوديهم للخليج من خلال السعوديه. ممكن نوديهم لافريقيا من خلال السودان. موضوع تصدير الكهرباء ده يمكن مش موجود حاليا اعتقد يا دكتور، لكن يعني ممكن في المستقبل، او حتى لو موجود دلوقتي لسه في بس لسه ما بداوش في مراحل. أيوه. في البدايه، في مراحل تجهيز، لكن في المستقبل ان شاء الله هيكون موجود. هو ده لازم يبقى موجود، لان زي ما بقول لحضرتك احنا بنربط اوروبا عن طريق قبرص. تمام. لحد تركيا عن طريق الاردن. دول الخليج بالكامل عن طريق السعوديه، افريقيا عن طريق السودان. فاذا احنا عندنا المحاور كلها مفتوحه. يبقى لما بنقول مصر مركز اقليمي للطاقه، انه مصر عندها انواع مختلفه من الطاقه، عندها كميات تكفي الاحتياجات المواطن المصري، ونستطيع ان احنا نصدرها كمان للدول المجاوره. بعد 2013 دي بامانه يعني. يعني قبل كده كانت الكهرباء بتقطع وكان في بهدله كتير، وانت على فكره احنا كنا مديونين لشركات البترول ب 9.3 مليار دولار من 2013، تم سدادهم، انتهاء من سدادهم يونيو اللي فات. يعني مصر سدد، يعني خلصنا كل الديون اللي علينا لشركات البترول العالميه. 9.3 مليار دولار لحد خلصوا في شهر يونيو اللي فات 2019. طيب تمام. ده برضه ده انجاز قوي جدا. مثل هذه المعلومات مهم جدا ان المشاهد المصري يعرفها. قبل 2013. صحيح. يعني الحاجات دي كلها تمت بقى، لا كشف عن الغاز بامان تم قبل 2013، لا ظهر بعد 2013، تسديد الديون ظهر بعد 2013، عدم انقطاع الكهرباء وعندنا فائض برضه بعد 2013، ليه؟ لان هو ما دام في خطه حكيمه وبتتعمل بامانه وبضمير فلازم تطلع في استراتيجيه موضوعه، وفي مراحل بيتم تنفيذها بمواعيد معينه في توقيتات معينه، وكل مرحله بتكون مترتبه على مرحله قياده سياسيه بتفكر وبتتابع التنفيذ. طيب اسمح لي يا دكتور، في برضو كلمة تانية أو عنوان تاني بنقول القاهرة مصدرا صافيا للغاز بنهاية عام 2019. برضو هذه الكلمة مصدرا صافيا للغاز، إن هي هتكون بالفعل مصدر لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي هيتم استثماره واستغلاله داخل مصر، ويتم تصديره برضو زي ما قلنا. هو للغاز، لأن هي كمصر احنا هنستخدمه داخليا، هنستخدمه في العربيات، في حاجات كتير منها العربيات،
وهقول لحضرتك في حاجات تانية، وخارجيا للتصدير. هيبقى عندك مش هتشتري ولا ولا هتجيبي اي غاز مسال من بره، لان يعني كله هيبقى عندك من هنا. يبقى اذا انت وفرتي عمله، وفرتي العمله اللي انت هتشتري بيها الحاجات دي كويس. طيب هتصدري يبقى هتجيبي عمله، يبقى اذا الغاز اللي جالنا ده الحمد لله عامل لنا دبل فانكشن، عامل لنا حاجه مش مزدوجه، وفر لنا فلوس ايوه اللي احنا كنا هنشتري بيها ايوه، وجاب لنا فلوس صحيح، يبقى جاب لنا حاجه مضاعفه. الفلوس اللي احنا كنا بنشتري بيها غاز المسال وكنا بنشتري بيها الغاز وكل ده خلاص اتوفر، يبقى عندنا فلوس ايوه. طيب وكنا وهنبيع يبقى عندنا كمان فلوس، يبقى اذا الشغل بتاع الغاز جاب لي فلوس مرتين، جاب لي فلوس مرتين زي ما بقول لحضرتك، ان انا وفرت وبعت وبعنا كمان، يبقى دي فلوس مقرره. ثانيا بقى استخدامه داخل مصر هيستخدم بالاضافه للسيارات الكهربائيه اللي هي اللي هتشتغل وهتيجي بالاوتوبيسات بكده، هي شغاله على الاوتوبيسات بتاعه الاوتوبيسات العامه كتير جدا من العربيات بتحول من الغاز من البنزين من البنزين للغاز الطبيعي. ليه؟ لان تقريبا المتر المكعب هيديني 10 كيلو زي اللتر، يعني اللتر بيديني تقريبا 10 كيلو، دي تقريبا بتديني برضو حوالي 10 كيلو. هل ممكن دكتور سامح يجي وقت في مصر ان كل العربيات تستخدم الغاز الطبيعي؟ لا هتستخدم. هل ده متاح؟ هو متاح من دلوقتي متاح، بس هي ليها زي ما ليها مميزات ليها اضرار. يعني حضرتك لو انت عندك عربيه وبتحطي 45 لتر بنزين وبتحطي 45 لتر متر بتستخدمي الغاز ما يعادل 45، هتضربي بقى ال 45 في 8 وهتضربي ال 45 لتر اللتر بتاع الغاز في 3.5 تمام، هتلاقي الفرق بينهم 200 جنيه يعني حضرتك عشان تحطي 45 لتر بنزين هتبقى هيبقى معاكي مبلغ، لو حطيتي 45 لتر غاز هتطرحي الاثنين من بعض تلاقي بتوفري 200 جنيه. انت بتموني عربيتك 45 مره، 45 لتر كم مره في الشهر؟ لو بتمونيها اربع مرات كل مره 45 يبقى انت بتوفري وهتوفري وتعملي غاز كله يبقى توفري 800 جنيه في الشهر. ده بالنسبه للعربيه الصغيره. هي كميات الغاز الطبيعي متوفره، هي بس موضوع تحويل، انا عارفه انه العربيه لازم يكون في هي التحويل برضو ليها مشاكل. التحويل بتاثر بترسب على البساتين فبتقلل استهلاك الموتور، بتحتاج تغير موتور كل 5-6 سنين تقريبا، وانه بيقلل السرعه، ولكن سواقين التاكسي بيستخدموه عشان اقتصاديه، عشان اوفر بالنسبه، وكمان ده بيبقى البيئه افضل من ان انا استخدم البنزين او استخدم السولار، للبيئه افضل. لا طبعا ما هو احنا زي ما قلنا انه بالتاكيد استخدام الغاز الطبيعي هيساهم مساهمه قويه في الحفاظ على البيئه من التلوث. كمان الغاز الطبيعي انا في اماكن بستخدمه فيها ممكن ااجل استخدامه فيها 5 ساعات اكسب من خلالها مبالغ خرافيه. بمعنى ايه؟ انا عندي محطات الكهرباء، محطات الكهرباء بتشتغل بالغاز كويس. لو جيت في النهار انا هحسبها لحضرتك حساب سريع، انا بس هقولها عشان اللي بيسمع معايا يتابع انا هقول ايه. انا هقول ان انا عندي محطه غاز، محطه كهرباء بتشتغل بالغاز، هقول استهلاكها في الخمس ساعات بالغاز كام، سعرها كام. ايوه طيب يبقى هقول بتاخد فلوس قد ايه لو اشتغلت الخمس ساعات بالغاز. طيب لو وقفتها الخمس ساعات دول ورحت استخدمت الغاز ده في مشاريع البتروكيماويات، الغاز يكسب 5 أضعاف ما بستخدمه في الكهرباء كويس. طيب الخمس ساعات اللي انا بوقف فيهم محطه الكهرباء دي لو انا وقفتها هشغل مكانها ايه؟ ما انا عايز كهرباء. هشغل معانا مكانها محطات الطاقه الشمسيه في فتره النهار. يبقى انا لو استخدمت الطاقه الشمسيه 5 ساعات في النهار بدل محطه الطاقه الكهربائيه، يبقى الغاز اللي انا بستخدمه في الوقت ده بكسب منه 5 أضعاف. خمس اضعاف. وبعدين قيمه الخمس اضعاف دول اقدر في خلال 4 سنين اشتري بيهم محطه طاقه شمسيه يطلع سعر الكهرباء عندي ببلاش، لان انا اشتريتها من المكسب المستخدم ما بين محطه الكهرباء وما بين البتروكيماويات. موضوع الطاقه الشمسيه ده كمان موضوع مهم يا دكتور سامح، لازم هنخصص له حلقه ان شاء الله في الايام القادمه، لانه بالفعل يعني مصر سبحان الله ربنا حباها بعدد كبير من الثروات الطبيعيه، الجو الجميل بتاع مصر، شروق الشمس كل يوم الشمس بتشرق، فاحنا ممكن يعني في دول كتيره جدا ما عندهاش شمس يعني بالقدر اللي موجود عندنا، ولكن عندها طاقه شمسيه. فاحنا اعتقد احنا بدانا برضو
برضو وندخل في هذا المجال، مجال الطاقه الشمسيه، ولكن محتاجين برضو ان احنا نستثمره بشكل افضل. الاستثمار بتاعه دلوقتي انك انت تقدري بالطاقه الشمسيه بسيستم معين يتعمل في الجبل للبيوت اللي هي سواء بقى مزارع سواء فيلل في اي حاجه في الجبال، بيشتغل ال 24 ساعه وله نظام كامل وما هوش غالي، لان انا ببتدي احسب ايه هو عايزه من الكهرباء وببتدي اظبط له السيستم ده، والسيستم ده يتنفذ. صحيح. بيبدا من اول 100 واط، يعني لو فلاح وعنده مشغل لمبتين ثلاثه ومروحه يشتغل، ولو فيلا بتستخدم 20 كيلو واط في اليوم بيشتغل، والاسعار بتاعتها متدنيه. اعتقد دكتور سامح يعني انه مصر تسير في جميع هذه الخطوط المتوازيه، ان هي بدات في مجال الطاقه الشمسيه، وبدانا في اكتشاف الغاز الطبيعي واكتشاف الحقول، وان احنا دلوقتي عندنا منتديات بتقام، محطات الكهرباء واقامه عدد كبير من محطات وشبكات الكهرباء في كل محافظات مصر. اعتقد ده بالفعل يعني ان شاء الله مصر هتبقى مركز اقليمي للطاقه بمعنى الكلمه زي ما حضرتك وضحته لنا من شويه. يعني والمنتدى مهم جدا لان احنا نبيع السلعه بتاعتنا بامان. تمام. زي ما عملنا مشاريعنا بامان، نبيع المنتج بتاعنا بامان. طيب دكتور سامح، اخيرا واحنا بنختم لقائنا واحنا بنتكلم عن هذا المنتدى واهميته، يعني طموحات حضرتك ايه للمنتدى القادم؟ ايه اللي حضرتك تتمناه باعتبار حضرتك خبير ومتخصص في هذا المجال؟ عدد الاعضاء هيزيدوا كتير، لان هم بيبصوا الاول دي بدايه. تمام. ماشي ولا مش ماشي؟ طب زيادة عدد الأعضاء بتيجي من دعوة المقيمين والمسؤولين عن المنتدى، ولا الدول هي اللي بتبعت رسائل وبتحب إن هي تشارك في هذا المنتدى؟ الاحتياج، الناس اللي عايزة تضمن إنها يبقى عندها سعر ثابت، ما عندهاش مشاكل، ما عندهاش دولة تديها النهاردة غاز وبكرة تقول لها لا ما عنديش، إنما لما يكون معاها في المنتدى يبقى بيضمن حقه إن هو مرتبط مع الناس دي، هتديله باستمرارية. إن لو ما خدش من الدولة دي فالدولة التانية من داخل المنتدى متأكدة إن هي هتديله، هتعوض النقص من الحتة التانية، فهو بيبقى عنده ضمان الاستمرارية وضمان السعر الثابت، وبيبقى بالنسبة له مطمن. ليه؟ لأن أوروبا كلها عايشة على الغاز. صحيح. عايشة على الغاز بقى، سواء مصانع وتدفئة وما شابه ذلك. فإذا لما يلاقي الاستقرار من هذا المنطق من المنطقة من الحتة دي يبقى لازم هيدخلها، فهتلاقي المنتدى ده إن شاء الله هيفتح. ما كانش حضر مندوب امريكا، ما كانش حضر من اوروبا، لان هم جايين بيستشفوا الموقف، لما يلاقوا ان الموقف بالزبط. ايجابي، وان الموضوع واخد الجديه، وان في نتائج كويسه، لازم هيدوم من اللي حواليه. مندوب اوروبا ده يعني اوروبا كلها. صحيح. وفرنسا كان موجود. امريكا برضو، لان لها احنا في جزئيه بنشتغلها برعايه امريكيه في البحر الابيض المتوسط. وكمان مندوب البنك الدولي موجود، معناه انه فاهم الناس دي هتشتغل وتعمل مشاريع، يبقى اذا لما تطلب مني فلوس هديها الفلوس اللي هي. صحيح صحيح. يعني اذا بنقول نجح المنتدى في المرات السابقه، المره الاولى والمره الثانيه، وان شاء الله يستمر ويتواصل هذا النجاح ويكون احسن وافضل. ثالثه في يناير 2020 ان شاء الله. في يناير باذن الله. ان شاء الله. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور سامح على هذا اللقاء، شرفتنا ونورتنا والقينا الضوء كده على نقاط كثيره في مجال الغاز الطبيعي في مصر، وان شاء الله مصر هتصبح مركز اقليمي للطاقه ومصدر قوي باذن الله ومركز قوي. شكرا لحضرتك، شرفتنا، وكل سنه وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه. مشاهدينا الكرام، بنصل لختام حلقتنا النهارده، القينا الضوء على مصر والغاز الطبيعي في مصر واكتشافات حقول الغاز الطبيعي. مره ثانيه بنقول لكل المسلمين في كل بلاد العالم وكل المسلمين الملايين من المسلمين في الاراضي المقدسه، كل عام وانتم بخير وحج مبرور وذنب مغفور باذن الله. انتظرونا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد ولقاء جديد، وبنصبح عليكم.